وهذا أكبر تزوير وتضليل يجري في هذه الأيام. في حادثة مجدل شمس هناك صاروخ سقط في البلدة. نحن نفينا بشكل قاطع مسؤوليتنا عن هذا الحادث، ونحن نملك شجاعة أننا لو قصفنا أي مكان أن نتحمل مسؤولية حتى ولو كان خطأ، لأنه في بعض الناس قال يا أخي يمكن الجماعة يكونوا مغلطين. نحن لو مغلطين بنعترف وبنعتذر. ولا تدرك أمدنا ولا تبحر عن تعارها. يفهمون هذه الحقيقة، أي حقيقة. يعني اليوم مثلا إذا أخذنا هناك معركة في غزة، هناك معركة في جنوب لبنان، هناك معركة مفتوحة في اليمن وحتى في العراق، لأنه كل هذا عم يتزامن مع بعضه. تقصف الحديدة في اليمن وتقصف جوف الصخر أمس أو أول أمس في العراق، ويقتل القائد إسماعيل هنية في طهران، ويقتل القائد فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية. هذه لم تعد جبهات، هذه معركة مفتوحة في كل الجبهات ودخلت في مرحلة جديدة. لإتمام مراسم الصلاة على جثمان القائد. أنا اليوم ما بدي أحكي خطابات وإنشائيات، سأكتفي بجملة واحدة. على العدو ومن خلف العدو أن ينتظر ردنا الآتي حتما إن شاء الله. الذي فرح بأيام، ما في شك لأنه فرحانين. أصب جهدك واحمل بدك إياه يا نتنياهو. أنت ولا إلا بدر. هذا الجمع إن شاء الله سيمدده الله. نقول له كما قالت سيدتنا زينب عليه السلام. وهو أمامنا مسجل، أنت ستقصد أمل من الجميع، الجميع الأخوة والأخوات البقاء في أماكنهم. ישראל נמצאת במוכנות גבוהה מאוד לכל תרחיש, הן בהגנה, הן בהתקפה. אנחנו נגבה מחיר כבד מאוד על כל מעשה תוקפנות נגדנו, מכל זירה שהיא. לאחר שחיסלנו שלשום את רמטכ"ל חיזבאללה, מוחסן, היום הגיע העימות הסופי לחיסולו של רמטכ"ל חמאס, מוחמד דף. דף היה אחראי לטבח הנורא של השבעה באוקטובר, וגם לפיגועים רצחניים רבים נגד אזרחי ישראל. הוא היה מבוקש מספר אחד של ישראל במשך שנים, והחיסול שלו מקבע עיקרון פשוט שקבענו: מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו.